ايه كمان؟ ثاني اثنين في دخول الجنة. امال ايه؟ رضي الله عن سيدنا ابو بكر. يبقى شوف لما تقرأ، انا بقول بس ايه على سبيل المثال للحصر، ثاني اثنين في ارضاء الله، يعني الاثنين اللي ربنا ارضاهم في القرآن بالصريح، سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر. شوف ربنا يقول لسيدنا النبي ولسوف يعطيك ربك ها فترضى، فلنولينك قبلة ترضاها، انا هرضيك يا محمد. طب وسيدنا ابو بكر اهو، وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. شوف شوف، ولسوف يرضى. فما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق. ديك مش عايز أطول النفس فيه، ثانية اثنين. يبقى سيدنا أبو بكر مع سيدنا النبي تاني اثنين في الإسلام، في إمامة المسلمين، في الصلاة، في الخلافة، في سن الوفاة، في مكان الدفن، بص بص حاجة، وفي الغار بقى اللي معانا دي في الهجرة، ثانية اثنين إذ هما في الغار. لدرجة ان سيدنا عمر كانوا يا اخي الصحابة بيحبوا الخير لبعض. خرج مرة سيدنا عمر وسمع الصحابة بيفضلوه على ابي بكر. الصحابة قاعدين يقولوا لا ابو بكر الافضل، لا عمر. فبعض الصحابة قالوا لا عمر افضل عشان كيت وكيت وكيت وكيت. خرج عليهم عمر، شوف الحق، قال لهم سمعتكم تقولون كذا وكذا، اليس كذلك؟ قالوا بلى. قلنا، قال لا والله، فليلة لليلة واحدة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. عارفين يعني إيه؟ يعني ليلة واحدة من أبي بكر أفضل مني ومن اللي جابوني ومن اللي خلفوني رضي الله عن عمر، أنا بشرح. ولا يوم واحد من أيام أبي بكر مع رسول الله خير من عمر ومن آل عمر. قالوا له إزاي؟ قال لهم الليلة بتاعت سيدنا النبي مع أبو بكر في الغار أفضل مني ومن ومن مليون زي. طب واليوم؟ قال لهم لما مشوا بقى في الهجرة يمشوا مرة قدام ومرة وراه ومرة يمين ومرة شمال، فسيدنا النبي قال له مالك يا أبا بكر؟ قال له أذكر الرصد، حد يكون مترصد لنا قدام فأمل لك، أذكر الطلب، حد يكون بيجري ورانا وراه، لأنه كانوا عايزين النبي حيا أو ميت، كانوا عملوا جوع لمئة ناقة، مكافأة مئة ناقة، مئة جمل، مئة جمل بلغة النهاردة يعني مئة سيارة أعلى موديل في السوق النهاردة. شوف تيجي كم مليون بقى، مئة سيارة مش عربية واحدة، ده في عربية تعدي الملايين، أنا مئة عربية بقى. ما عربيات إيه؟ كانت الجمال وقتها هي السيارات، كانت رؤوس أموال. اللي عنده جمل، اللي عنده جملين ده يبقى، اللي عنده بقى ثلاثة، اللي عنده عشرة، طب اللي عنده مية ملياردير، ده بلغة العصر. فسيدنا أبو بكر يأمن قدام عشان الرصد، يأمن ورا عشان الطلب، يخاف عليه من يمين يأمن، شمال يأمن. فسيدنا النبي قال له ليه ما يا أبو بكر؟ قال له أنا دونك يا رسول الله، أنا فداك. فسيدنا النبي يدعي لسيدنا أبو بكر. فعمر لما قال له، قعد يقول عمر أفضل من أبي بكر، قال لهم لا والله لليلة واحدة من ليالي أبي بكر مع رسول الله ولا يوم واحد من أبي بكر مع رسول الله خير مني ومن أهلي. إيه الجمال ده؟ إيه العظمة دي؟ ولذلك القرآن يجيبها واضحة، ثانية اثنين عرفتوا؟ إذ هما ها في الغار.